اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بعد غياب في برنامجكم باب الحياة، ومعكم الكاتب الصحفي جمال مجدي. النهاردة الحقيقة عندنا مواضيع سخنة كتير هنطرحها على الساحة. معانا النهاردة في الفقرة الرئيسية بتاعتنا اتنين من الشباب محترفي تدريب كرة القدم، هيكلمونا على مافيا فساد الأندية الموازية او ما يسمونها بالساحات الشعبية. ازاي بقى في مافيا، وازاي بقى في سمسارة، وازاي بقى في لعب من تحت الترابيزة في هذا المجال. وهيكلمونا عن حاجات كتير قوي زي علم النفس وعلاقته بكرة القدم. الحقيقة احب ابدأ الحلقة بتاعتي بتوجيه رسالة مباركة للكاتب الكبير الأستاذ إبرام مقار، رئيس تحرير جريدة جود نيوز الكندية، وذلك بسبب حصول نجله في لوباتير إبرام مقار على منحة تشجيعية من الحكومة الكندية كأحد المصريين النابغين في علم الهندسة. يعني الحقيقة هو كان التخرج بتاعه السنة دي، يمكن معانا صور ليه لو في الكنترول نقدر ان احنا نعرضها. هو والده الأستاذ إبرام مقار كان في منحة تكريمية كمثل جميل بيمثلنا كلنا كمصريين في الخارج، وكمصري أصيل بيمثل بلده مصر في كل مكان، وده اللي احنا معتادين منه على أولادنا وشبابنا المصريين في كل دول العالم، وبنتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح. والحقيقة الدكتورة سهى الجندي وزيرة الهجرة عاملة شغل جميل جدا في ملف المصريين في الخارج، بنديها كل التحية وكل التقدير وكل الشكر. ثانيا الحقيقة يعني اشتعلت مؤخرا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الشهيرة قصة شريهان ملكة جمال المقطم. شريهان هي فتاة، هي بتقول ان هي في العقد الثاني من عمرها وبتبحث عن عريس، فكانت صدمة جديدة. يعني كانت الفكرة كلها ان اول واحدة ست بتطالب ان يكون في عريس راجل هي اللي عايزة تتجوزه زي اوروبا وزي الغرب وكده. فطبعا الموضوع كان بيمثل صدمة نوعا ما على المجتمع المصري ولون غريب جديد، يعني ان واحدة تطلب. هل هي يعني متربحة من هذا الكلام؟ هل هي بتعمل كده علشان هي فعلا عايزة تتجوز؟ قصة قريبتها اللي طلعت واتكلمت عنها وقالت ان هي كلامها كله أكاذيب. هتكون معانا على الهاتف، يا ريت نتواصل معاها. نعم. نحاول نوصلها تاني يا جماعة، لانه الحقيقة المشاهد بتاعتها كانت غريبة جدا وكانت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. شفناها يعني زي ما تكون ايه بتطلب حسنة، زي بتطلب عريس، يعني اللي هو ايه فكرة هاتولي عريس. معانا حاليا الأستاذة شريهان. مساء الخير يا أستاذة. أيوة. شريهان، مساء النور بحضرتك. أهلا بيكي في قناة الصحة والجمال برنامج باب الحياة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. انت يعني الحقيقه اثيرت عنك ضجه جامده قوي زي ما انت عارفه طبعا في السوشيال ميديا، وناس قالت كلام كتير، وطلعت في حوارات كتيره في مواقع الكترونيه شهيره واتكلمتي. حقيقه الموضوع ايه؟ هل انت فعلا لسه بتدوري على عريس لغايه دلوقتي، ولا خلاص بقى بطلتي يعني توبتي؟ لا انا لقيته فعلا، بس هو الموضوع اصلا في الاول كان هزار، وانا فعلا كنت منفصله، وانا اصلا بمثل وبغني وكده، فاهم حضرتك؟ ايوه. لكن جالي العريس اللي هو بقى ايه، اللي هو بجد اللي هيحتويني وهيجوزني الايام اللي جايه دي، ومطرب كمان. وايه؟ مطرب زي مطرب. بس انت كنت بتدوري على ساري عربي، فاكره؟ لا لا لا، غيرت رايك بقى. لا لا حضرتك، مش الكلام ده كان كلام من عند الصحافه يعني عشان يشد المتابعين وكده. ايوه يعني كان، لكن هو في الاساس انا مش هطلع بره بلدي وهتجوز اللي مني اللي يشيلني في عينه. هو في احسن من مصر؟ لا طبعا. بس كده حضرتك. لانه الناس الحقيقه برضه يا شريهان عشان ابقى امين معاكي، انت بقيتي ترند فعلا واقعي، يعني لدرجه ان في بعض الزوجات خافت على ازواجها لان انت يعني تقتنصيها منهم او تخطفيها منهم. قلنا لا اكيد هي بتهزر يعني. طبعا والله حصل فعلا، وجالي ناس بتقول هنطلق مراتنا او هنتجوزك،
الله طبعا الله انا عمري في حياتي ما خربت بيت حد. انا لو اتجوز راجل يعني ايه يعني يكون يعني ما عندوش مسؤوليه تانية، فاهم اقصد ما عندوش حضرتك؟ زوجة تانية او ما عندوش مسؤولية اخرى. ايوه كده بس كده حضرتك. لكن هو الموضوع، بس الموضوع برضو عايز اوصل للناس برضو اتفضلي ان اتفضلي. فعلا نسبة الطلاق موجودة كتيرة جدا. بنصح كل زوجة تحافظ على جوزها وتشوف ايه نقطه في البيت وتعمله. ليه يا شريهان؟ يعني طب انت من وجهة نظرك ليه النسبة زادت بتاعت الطلاق سريعا كده؟ اقول لحضرتك زادت ان دايما بندقق على كل حاجة. طبعا الراجل عايز يجي يلاقي البيت فيه هدوء. احنا اول ما بنخلف اول عيل هات 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 هات، ما هو راجل برضه ومن حقه ان هو يجي يقعد في هدوء. من الحياة مش كلها فلوس طبعا. فالراجل بيتخنق غصب عنه، بيسمع كلمة حلوة من بره فبيقوم يخرب بيته ويطلق. ازيك يا حبيبي، مش كل حاجة هات هات هات. طيب وبعدين نسبة الطلاق بتكتر من كده. طب عايز اسالك سؤال اخير، هل انت بشكل عام مع فكره ان واحده تطلب ايد واحد زي اوروبا وزي الغرب ولا ضدها؟ انا ايه؟ انت مع فكره ان واحده تطلب ايد واحد، ان هي واحده تتجوز واحد زي ما بيحصل بره يعني، تقول له انا عايز اتجوزك او كده، ولا انت ضد الفكره دي، ولا انت معاها بجد يعني؟ لا انا ضد الفكره دي طبعا. يعني انا جالي كلام صعب جدا، بس هو الموضوع اصلا انا حضرتك انا قلت لك انا مطربه وبمثل اوصل لكم ان مش اي حاجه مصدقه اي حاجه. احنا مش اي حاجة نصدقها. طب ما في حاجات اهم من كده. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ شريهان، والف مبروك، وبنتمنى لك كل التوفيق بقى في ما هو قادم ان شاء الله. عودة مجددا الى الاستوديو، ومعانا ضيوفنا النهاردة بينورونا، كريم احمد وسيف سيد، كابتن سيف وكابتن كريم. مساء الخير. مساء النور استاذ جمال. يعني عرفونا كده وعرفوا المشاهد بنفسكم والامتيازات اللي انتم خدتوها الاخيره، والف مبروك طبعا على النجاح. يعني في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر حضرتك طبعا على المقدمه الجميله ديت، وشرف ليا طبعا التواجد في برنامج حضرتك. الله يخليك. في البدايه انا اسمي كابتن سيف سيد، خريج كليه التربيه الرياضيه، بكالوريوس تربيه رياضيه، تخصص علم نفس رياضي بتقدير امتياز الحمد لله تراكمي 4 سنين، ومدرب كره قدم في بعض الاكاديميات في الهرم والجيزه واكتوبر. تمام. النهارده ان شاء الله نتكلم في الموضوع اللي حضرتك طبعا اديتنا نبذه عنه، عن المدربين وعن تخصصنا في تخصص علم النفس الرياضي، عن بعض التوتر والقلق اللي بتواجه بعض لاعبي كره القدم اثناء ممارسه النشاط الرياضي. ما هو ده اللي بيخلينا نسال سؤال كابتن سيف، هل في بعض الامراض النفسيه او ما يعرف به القلق النفسي او مشاكل حتى نفسيه بتواجه لعيبه الكوره، وايه اشهرها؟ هنبدا بالسؤال ده. هو في البدايه احنا ما بنتعاملش مع الامراض النفسيه زي الوسواس القهري او الانفصام في الشخصيه او الاكتئاب، احنا بنتعامل مع التاهيل النفسي فقط عن طريق المهارات العقليه. تمام. المهارات العقليه دي ايه هي؟ عندنا مهاره الاسترخاء، مهاره التصور العقلي، مهاره الحديث الذاتي، مهاره الانتباه. تمام. طيب المهارات دي اسمها المهارات العقليه، تدريبها زي تدريب المهارات البدنيه والمهارات المهاريه اللي بننميها في بعض الرياضات المختلفه. لازم ننمي المهارات دي في عقلنا بشكل مستمر، بحيث ان احنا عندنا زي ما نقول القوة العقلية، التدريب العقلي. لو احنا عندنا القوة العقلية فاحنا كده اشتغلنا على الاربع حاجات اللي في كرة، اللي في اي رياضة، البدني، المهاري، الخططي، النفسي. مهم جدا الجزء النفسي. طيب بنشتغل ازاي؟ في مجموعة من الملاحظات اللي بنواجهها على اللاعبين اثناء ممارسة النشاط الرياضي، زي مثلا القلق. اشوف لعيب كورة مثلا عمال يقرط في ضوافره، عمال ياكل في جلد ايده، فهنا انا عن طريق الملاحظه لاحظت ان هو بيشعر توتر وقلق اثناء ممارسه النشاط الرياضي. كويس. في حاجه كمان، ان انا بدي اللاعب مجموعه من المقاييس النفسيه او الاختبارات النفسيه، دي بتكون عباره عن مجموعه من العبارات بنعطيها للاعب في هيئه ورق وبندي له قلم، وابدا اقرا للاعب كل عباره وابدا اخليه يعبر عن معتقده الشخصي هو وليس زملائه. هو بيبدا يجاوب على العبارات دي، ببدا انا اخد المقياس وابدا اعمل عمليه evaluation، تقويم. كويس. عمليه اصدار حكم. طيب بعمل اصدار حكم، ابدا اقول لك اللاعب ده عنده توتر وقلق ولا لا. لو النسبه اقل من 50% يبقى اللاعب ده ما بيحدثش عنده توتر وقلق. لو ما بين 50% لل 60% النسبه هنا متوسطه. فهو انت بتقول ان بتدي رينج ان في نسبه مقبوله، اللي هو القلق العام العادي ممكن يزيد سنه يقل سنه، ده ما فيهوش مشكله. بالظبط. لو زاد بتتكلم على الاوفر. بالظبط. هل الاوفر ده بقى بتعمل معاه ايه؟
الاوفر بنبدا ان احنا نحط خطه العلاج بقى، دي مهمه جدا. خطه العلاج بنبدا ان احنا نحط خطه سواء قصيره المدى او طويله المدى على حسب اللاعب اللي انا بشتغل معاه. كويس. طيب الخطه دي بتكون عليها ايه؟ بتكون برنامج بنحط فيه بعض المهارات النفسيه اللي بتناسب المشكله اللي عند اللاعب. يعني اللاعب ده عنده توتر، هنديله استرخاء ولا تصور ولا انتباه ولا حديث ذاتي؟ الاسترخاء بيعالج التوتر والقلق. كويس. فانا بديله بعض تدريبات الاسترخاء. عندنا انواع الاسترخاء ان شاء الله نطبق عليها تدريب عملي. عندنا الاسترخاء عن طريق التنفس، تدريبات التنفس، وعندنا الاسترخاء التعقبي. اللاعب بيبدا يشتغل انقباض وانبساط في عضلات جسمه ونشيل التوتر والقلق من عضلات الجسم. في نوع تاني الاسترخاء عن طريق الموسيقى. ابدا انام على وضع الركوب مثلا على الظهر او من وضع الجلوس على كرسي زي ما احنا قاعدين كده، وبنبدا نخلي اللاعب مشغل له ميوزك جنبه، ونبدا نخلي اللاعب يتخيل ان هو او يتصور، بلاش يتخيل عشان يتخيل هو ما شافش. يعني انت بتبدا تقول له تخيل، هو ما شافش حاجه قبل كده، انما تصور انت بتقول له ارسم صوره في عقلك لمكان، صوره ذهنيه بالظبط انت شفته في مكان قبل كده، مكان انت بتشعر فيه بالامان والراحه والسعاده والفرح والسرور. بيبدا ان هو يتصور المكان دوت مع الميوزك، طبعا بيقلل عنده التوتر والقلق. يعني مثلا في ناس تقول لك انا بشعر مثلا المكان اللي بيريحني شاطئ البحر، في لاعب تاني يقول لك انا بشعر بالراحه في الاستاد بتاعي اللي انا بمارس فيه الرياضه بتاعتي، في واحد يقول لك في الحجره بتاعه المنزل، حجره بتاعه النوم مثلا. فهي على حسب رغبات اللاعب، انت بتقول له تصور صوره في عقلك للمكان المريح بالنسبه لك. في نوع تاني اسمه الاسترخاء الموضعي. انا عندي مثلا مكان في جسمي وجعني، بحط ايدي عليه وابدا اتصور بعض العبارات في عقلي، اقول جسمي هادي، جسمي مسترخي، جسمي ما فيهوش قلق ولا توتر. تمام. دي كده بانواع الاسترخاء اللي بتقلل القلق والتوتر لعيب كره القدم. نيجي للكابتن كريم ونرجع لك تاني. كابتن كريم، عرفنا بنفسك وعرف المشاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا طبعا المقدمه الجميله دي استاذ جمال. اسمي كابتن كريم احمد، خريج تربيه رياضيه، بكالوريوس، تخصص تدريب جامعي كره قدم. انا كنت حابب اتكلم في الدخلاء علينا عندنا في المجال بتاعنا. ومدعي المهني، بمعنى دلوقتي بقى اي حد يلعب دوري سنه سنتين، يتسجل في الاتحاد، يروح يعمل اكاديميه، يجمع شويه ولاد عنده في الجيران مش عارف ايه، ويعمل في اكاديميه ويعمل اشتراك اقل من الناس اللي في المجتمع اللي هو وسطهم. مثلا الاشتراك 5000، يروح عامل الاشتراك بتاعه مثلا ب 1000 جنيه. يقلل السعر خالص. بالظبط. عشان يسحب الايه؟ فالناس تجيله. لا هو بس بقى يسكت على كده؟ لا، ده كمان بيروح يعمل حاجه اكبر من كده. يروح يشتري مثلا اسم فرقه. مثلا كابتن سيف عنده مثلا نادي الطيران. فيروح عند كابتن سيف عايز يشتري منك فرقه 2003. مثلا. فكابتن سيف بيبيع فرقه 2003 مثلا بجنيه. يروح واخدها منه ويجي اللاعب، انت هتشترك معانا دوري وهتتسجل واتحاد وهتدفع 5000 جنيه. من كل لاعب اللي سكور 25 30 لاعب على حسب، فروح مجمع منهم مبلغ يعمل مبلغ كويس قوي. ويرجع بس كده. هل هو متخصص؟ هل هو مؤهل للدور اللي هو بيقوم بيه؟ هل بيبقى دارس تربيه رياضيه؟ لا طبعا. ولا واحد كده ممكن يكون يعني واحد عشوائي اي حد مش لازم ما. وكمان ممكن ما يكونش لاعب اصلا. هو ممكن ما يكونش لاعب طالما معاه فلوس يشتري اسم الفرقه خلاص. يعني ممكن اي واحد علاقه بالمهن. ممكن اي واحد معدي في الشارع كده معاه فلوس يروح يشتري اسم الفرقه خلاص. لكن دي رسالة احنا بنوصلها لوزارة الشباب والرياضة للبحث فيها من المنبر ده، وعلى لسانك طبعا يعني وفقا لشهاداتك واللي انت شفتوه، وان هي تبحث في هذا الموضوع، لان ده بيمثل طبعا خطر على لعبة الرياضة وكرة القدم تحديدا بشكل عام في مصر. بالظبط. وما فيهوش لا مهنية ولا مصداقية الحقيقة يعني. بالظبط. وغير كده انا عايز اقول حاجة يا جماعة، التدريب ده علم، التدريب ده بحر ما لا نهاية، فمش أي حد يقدر يحط نفسه في المجال ده. في ناس الا من رحم ربي بياخدوا كورسات كتير بيشتغلوا نفسهم جامد لحد ما يوصلوا لليفل بتاع التربيه الرياضيه. انا عندي 4 سنين بدرس فيهم حوالي 80 ماده. كل ترم 10 مواد. فانا ال 80 ماده دول تغذيه، علم النفس الرياضي، فيسيولوجي، تشريح، علم الاداره، علم الحركه. فكل ده بيبقى مرتبط بالمجال بتاعي. يعني انا كمدرب في الملعب وفي لاعب، احنا كمدربين بيبقى معانا شنطه فيها كل ادوات الاسعافات الاوليه، شاش، قطن، ماكروكرون، الحاجات دي كلها. فاحنا اي حد بيحصل له اي دروب في الملعب بنعرف نتعامل معاه. حد اتكسر بنقدر نثبت الكسر باي ادوات بديله، ممكن نفرع فرع شجره، اي حاجه نقدر نثبت بها الكسر. تمام. في التغذيه ممكن نقدر نشوف نعمل برنامج غذائي. في علم الاداره طبعا الملعب عايز اداره اول حاجه، تخطيط،
التنظيم والتوجيه. تخطيط وتنظيم وتوجيه زي تمام. ما انت بتقول ده اللي بتنصح بيه المشاهدين او اللعيبه تحديدا الناشئين او كل. انت بيجي لك جميع الاعمار ولا اعمار معينه؟ لا جميع الاعمار. يعني هل مثلا بيجي لك ناشئين صغيرين وهل بيجي لك مثلا كبار في السن؟ احنا بنقسمها الكيدز ده اصغر سن من 3 ل 8 سنين، وبعد كده براعم، وبعد كده ناشئين، وبعد كده فيرست ده بيلعب محترفين فريق اول. تمام تمام. دلوقتي هم بقى بيعملوا ايه؟ بياخد اي اسم فرقه ويدخل بيه زي ما قلت ايه؟ زي ما قلت لحضرتك. طيب نرجع تاني لكابتن سيف، هل انت في حاجه حابب تقولها في الملف بتاع مافيا الفساد اللي هو اللي مسيطرين على الساحات والانديه الرياضيه الشعبيه؟ بالنسبه طبعا لمافيا الفساد، في طبعا مدربين غير مؤهلين، يعني انا لازم مدرب يكون مؤهل. يعني ايه مؤهل؟ لازم اول حاجه يكون خريج تربيه رياضيه، راجل متخصص، المتخصصين اولا. فدي مقوله مهمه جدا، وانا بوجه الرساله دي لوزير الشباب والرياضه في كل الرياضات مش بس في كره القدم. بوجه الرساله دي طبعا للاستاذ الدكتور اشرف صبحي، وطبعا هو كان كليه التربيه الرياضيه تخصص قسم اداره، وانا بوجه له الرساله دي. لازم اللي بيشتغل او بيفتح اكاديميه ده لازم اولا يكون متخصص، ثاني حاجه حاصل على بكالوريوس تربيه رياضيه، الحاجه اللي بعد كده يكون حاصل على دورات او ماجستير ودكتوراه في المجال اللي هو بيشتغل فيه. ما يكونش واحد جاي كده من الشارع انا هشتغل في المجال، طب ايه اللي يثبت؟ وفي فرق بين المدرب اللاعب والدارس. هو لاعب شاف التخطيط بتاع اللعب والمهارات والحاجات البدنيه، فهو هنا مش ملم بالتدريب بالجزء الاكاديمي بالظبط. فلازم يكون دارس ولاعب، يعني لاعب ودارس في نفس الوقت. لان انت لما بتدرس بتاخد ايه؟ بتاخد بقى العلوم المرتبطه بالتدريب كلها. زي تدريب، زي عندنا علم النفس الرياضي، علم مرتبط بالتدريب بطريقه يعني وثيق جدا، ارتباط وثيق جدا بالتدريب. العلم الثاني علم التشريح، لسه كابتن كريم بيتكلم في الاسعافات الاوليه والتشريح، ولازم اعرف الوضع التشريحي بتاع اللاعب وهو بيأدي اي مهاره، لان انا لو ما بشوفش الوضع التشريحي كويس بيحصل عندي انحرافات قواميه في اللاعب اللي انا بشتغل معاه، ممكن يؤدي لاصابه في المستقبل. العلم اللي بعد كده بنشتغل على علم اللي هو كبار السن ممارسين للرياضه، يعني عندنا علوم الصحه، عندنا المناهج اقدر اشتغل فيه الطرق، طرق تعليم المهارات، ما ده علم برضه مرتبط، عندي الطريقه الجزئيه والطريقه الكليه والجزئيه الكليه. وانا بعلم المهاره ما بعلمهاش كلها مره واحده، لازم اوقف اللاعب واعلمه الطريقه الجزئيه الاول، اجزأ له المهاره مثلا في الخطوه 1 هتادي كذا، في الخطوه 2 هتادي كذا، في الخطوه 3 هتادي كذا، بعد كده ابدا اديله الطريقه الكليه، وهنا حصل تدرج في الاداء من الطريقه البسيطه الى المركبه الى البسيطه المركبه. طيب نقدر نشوف حاجه تطبيقيه دلوقتي سريعا كده في نص دقيقة بالنسبة للعلم النفس الرياضي بتاعك، يعني هل نقدر نطبق حاجة حاليا؟ يعني نقدر ممكن مثلا نستعين بحد من المعدين او انتوا ممكن مع بعض؟ خلاص تمام انا موافق. هيبقى صعب في الكادر. طيب عموما يعني لسبب تقني مش هنقدر نقوم بالحركه دي، بس ممكن تشرحه لنا انت كده وانت قاعد مكانك تعمل ايه؟ طيب اول حاجه لازم اعرف انا كاخصائي نفسي رياضي، اخصائي نفسي رياضي في سمات ليه، لازم السمات اللي اخصائي نفسي رياضي يكون بشوش الوجه، عنده ساعه صدر يستقبل اللاعب، لان احنا عرفنا مهنه الاخصائي النفسي دي مهنه ضاغطه. لازم استحمل اللاعب اللي جاي لي. طيب بنتعامل مع اللاعب ازاي؟ اللاعب جالي لازم اللاعب اعرف مشكلته، اتكلم معاه واعرف ايه المشكله اللي هو بيعاني منها، هل بيعاني من ضغط نفسي، هل بيعاني من توتر، هل بيعاني من قلق، هل بيعاني من احتراق نفسي، هل بيعاني من انعدام الثقه بالنفس. لازم اعرف المشكله. بتقوم بتمرينات زي ايه سريعا كده؟ زي ايه؟ عندنا في تدريبات الاسترخاء دي مهمه جدا، بتساعد على انخفاض التوتر والقلق. طيب بنقعد اللاعب، اول حاجه باخد اول حاجه لازم اهتم بيها في جلسه الاسترخاء المكان. لازم المكان يكون لازم مكان يكون هادي، ما يكونش الضوء فيه عالي، يكون مكان مهيئ للجلسه. بعد كده العوامل اللي بتاثر بقى، العوائق، الساعه، حظاظه، سلسله، الكلام ده كله لازم اللاعب يكون قلع الكلام ده فري. وبنبدا نديله الشروط اللي هو يشتغل بيها بحيث ان هو يقدر يعملها لوحده في البيت. طيب بندي اللاعب مجموعه من الاوضاع، عندنا ممكن اعمل الجلسه دي من وضع الجلوس على الكرسي زي ما احنا قاعدين، او من وضع الركود على الظهر، او من وضع الوقوف، او من وضع الجلوس على الكرسي مع وضع عازل زي مثلا فوطه طاقيه بتعزل الحاجات اللي قدامك، والافضل ان انا اكون مغمض عيني بحيث ان هي بتزود التركيز اكتر. طيب نشتغل ازاي؟ اللاعب بيبقى قاعد كده، ممكن يحط ايده كده او كده. تمام. في مجموعه من التدريبات الاسترخاء عن طريق التنفس، هناخد منها تدريب تطبيقي ان اللاعب يقدر ياخد النفس من الانف على 4 عدات ويخرج الضعف على 8 عدات، يبقى هياخد كده النفس 8 عدات ويعد بايده، وهو بيخرج النفس على 8 عدات بيعد
كده هو خرج النفس وياخد النفس من الانف، ده كده التدريب التطبيقي. طيب التكرار مهم، ما اعملش التمرين مره واقول انا كده خلاص انا كده مسترخي، لا التكرار مهم. في دراسه علميه اثبتت ان في عصب في العقل اسمه العصب الحائر. العصب الحائر ده بيعمل ايه؟ العصب الحائر دوت بممارسه وتكرار تدريبات الاسترخاء بيعمل على انخفاض هرمونات التوتر والقلق زي هرمون الادرينالين، وبيعمل على زياده في هرمونات السعاده اللي بتشعر الفرد بالسعاده والفرح والسرور زي هرمون الدوبامين، هرمون مهم جدا اللي هو هرمون السعاده. فلازم ان انا اوجه اللاعب واقول له مش من اول مره انت هتسترخي، لازم التكرار في الاداء وفي التدريبات. وادي له مثال، انت في رياضتك المفضله اللي بتلعبها بتعمل تكرار في المهارات، المهارات الرياضيه، فلازم تعمل تكرار في المهارات العقليه عشان يحصل عندي تثبيت الاداء. بس كده. طيب نيجي تاني برضو للكابتن، حابب برضو يعني تحكي لنا ان ايه النهارده في الجزء التطبيقي بتاعك بقى بخصوص الشغل بتاعك. عايز اتكلم عن تقنين حمل التدريب باستخدام معدل النبض. تمام، في مدربين كتير قوي عندهم صعوبه في المشكله دي، ففي كذا معادله عشان نحسب الطريقه دي. من افضل معادله منهم واسهلهم تطبيقيا معادله كارفن. معادله كارفن ديت هو اقصى معدل نبض للانسان الطبيعي 220 نبضه في الدقيقه. فانا بعمل ايه؟ بشوف عمر اللاعب، مثلا كابتن سيف 20 سنه، فانا بعمل 220 ناقص 20 في الشده بتاعتي بتاع التمرين. انا دلوقتي شغال التمرين بتاعي شده متوسطه او عاليه او قصوى، مفيش حاجه اسمها شده منخفضه، شده منخفضه يبقى كده مش بيتمرن. فببدا مثلا انا شغال على الشده العاليه، الشده العاليه 80%، فببدا اضرب اطرح الاول 220 ناقص العمر واضرب في الشده، فبيديني رقم مثلا اداني 161 نبضه. يبقى انا كده اول ما اللاعب بتاعي بيوصل ل 161 نبضه يبقى هو كده وصل لشده 80% في التدريب بتاعي. طيب انا دلوقتي احسب النبض ده ازاي من غير ولا سماعه طبيه ولا اي اجهزه حديثه؟ عن طريق اماكن تحسس النبض في الجسم. في عندنا اكثر من شريان، في الشريان الكعبري وفي الشريان الصدغي وفي الشريان السباتي. انا ببدا ازاي؟ بقيس النبض، بحط ايدي كده اسفل الابهام في عظم. فتحت الكاميرا يا جماعه لو ممكن تجيب بس ال اتفضل. فالشريان الكعبري تحت العظمه بتاعت اخر الصباع بتاع الابهام. فانا بجس بالصباعين دول، ما ينفعش احط الابهام عشان الابهام فيه نبض، فبجس بالصباعين دول في الدقيقه. طبعا مش هينفع اجس في الدقيقه لان النبض عقبال ما بيوصل للدقيقه بيقل. يعني النبض مثلا دلوقتي كابتن سيف عمل تمرين قوه مميزه بالسرعه، فالنبض بتاعه اول ما بحط بيشتغل كده بيجي في الاخر بيقل. فانا ما ينفعش اقيس الدقيقه مره واحده، انا بقيس 15 ثانيه اللي يكون النبض فيها سريع واضرب في 4، يبقى انا كده عرفت الدقيقه بتاعته. النبض بتاع كابتن سيف عملنا كده واشتغلت معاه وطلع مثلا في ال 15 ثانيه. طيب عايزين سريعا كده نتكلم على حكايتكم مع السطلانه بسرعه. طيب احنا كان يوم الامتحانات بتاعنا كان يوم 20/6 اخر يوم امتحانات، فعملنا زي حفل كده ان احنا خلاص خلصنا اخر يوم، فشغلنا في الاستيج هناك في الكليه اغنيه سطلانه. تمام، فكل الاقسام اتجمعت وهيصنا مع بعض والدنيا كانت زي الفل يعني. فالفنان علي ربيع خد الفيديو ونزله عنده ستوري ان طلاب كليه التربيه الرياضيه احتفلوا بالاغنيه. علي ربيع مغني الاغنيه. بالظبط. فخد الاغنيه من الصفحه بتاعت الكليه نزلها عنده على الانستجرام. فاتشهرنا طبعا بالفيديو دوت. نزلت وطلاب الكليه كلهم وصورنا كلها نزلت على البيج عنده يعني، واحنا طبعا ساعدنا شكرا شكرا ليك وشكرا جزيلا. بنشكركم والى حلقه قادمه من برنامجكم باب الحياه.